بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبات السلام عليكم، اتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية. قناة تنظيم البيت تدبير المصروف مع خديجة الصحراوية، تتمنى لكم فرجة ممتعة مع هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى تتوصلوا بكل جديد إن شاء الله. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبات السلام عليكم، اتمنى تكونوا بالف خير وبصحه وعافيه يا رب. حبيباتي، حبيت نشارك معكم هذا اللقاء ديال في يوم عيد المراه العالمي، اللقاء اللي كان درناه في الجهه وكنت حضرت فيه، ولقيت حتى الكلمه ديالي في مقر الجهه مع الاساتذه والدكاتره الافاضل جزاهم الله خير. حبيت نشارككم معايا في بعض الصور وبعض اللقطات، وغادي خليتكم الفيديو اللي فيه التقديم ديالي والكلمه ديال التهنئه لكل النساء، والكلمه ديال التقديم ديالي فقط. اما المشاركات الطويله اللي بغيت نحط لكم في شي فيديو كتبوها لي، ونحط لكم كل شيء. المشاركه ديال كل ديال الدكتوره جميله العماري، دكتوره في كليه الحقوق، تخرج من تحت يديها الكثير الكثير من القضاة ومن الوكلاء العامين ووكلاء الدوله والمحامون. كان في صراحة كان لقاء جد رائع، وكنت يعني جد محظوظة باش نكون مع دكاترة ومع أشخاص كبار المقام ديالهم كبير ولهم بصمتهم في المجتمع. كان طبعا ما ننساش الدكتور أبا حازم، اللي حتى هو كان لي الشرف اني نجلس في الطاوله جنبه. الا بغيتو في الفيديو الجاي نحط لكم الاسامي ديال كل الدكاتره اللي حضروا هذيك الندوه، ونحط لكم الفيديوهات كاملين الا بغيتو، حطوا عليا في لي كومونتير نحط لكم ان شاء الله. حبيباتي، هنايا الفيديو اللي غنخليكم فيديو صوت اللي قدمني فيه الدكتور ايوب الادريسي، غادي نخلي الكلمه ديالو، ومن بعد غادي بعض الصور. وني بكم وراني نحبكم كاملين. عبر العالم، فلا اقول بواد نور ولكن اقول بالعالم تحت تصفيقتكم. نرحب بالاستاذه خديجه الصحراوية. خديجه ارجوني لك الكلمه سيدتي. كل درب، هذه وقفه مارس لكن اجلالا من القلب. كل عام وأنتن بخير، كل عام وأنتن راقيات، كل عام وأنتن آمنات، كل عام وأنتن جميلات مبدعات أنيقات. وطبعا حييتم في كل الاحتفاليات، ليس فقط في اليوم العالمي للمرأة لكن في كل الاحتفاليات في كل بقاع العالم. تصفيقات عليكم كاملين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. إذا خير الاستهداف أيات البينات